تذكير الناس بالعبادة ولو كانت واجبة يجب أن يكون التذكير على مقتضى الشرع، أما تذكير الناس بطريقة بدعية بأن ترفع المكبرات في المساجد وأن تشهر فإن هذا من البدع، ولذلك حث الناس بالطرق البدعية هذا فيه جناية على الشرع وعلى المسلمين. ولذلك ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله لما رد على تلك الطائفة المبتدعة البدعية الرفاعية البطائحية لما قالوا إن طرقنا هذه تحبب الناس في الخير وتنهاهم عن الوقوع في الزنا والسرقة وما شابه ذلك، فقال رحمه الله قال إن بقاءهم على تلك المعاصي أفضل من طرقكم. لما؟ قال لأنكم تتوبون الناس بطريقة بدعية حتى يصبح هذا الأمر الباطل حقا، لكن تركهم على ما هم عليه ولو كانوا يقترفون الذنوب قال فإنهم ينون التوبة ويرجون الله ويخافون الله فلعلهم أن يعودوا في يوم من الأيام، فهم يعرفون أنهم على خطأ، لكن لما تأتون بهذه الطرق البدعية يظنون أنها حق فتبقى على أنها عبادة. ولذلك لما نحذر ويحذر العلماء من البدع لأن البدع تترسب في أذهان الناس على أنها عبادة وعلى أنها من الشرع، فإذا أنكر على الناس في المستقبل قالوا لماذا تنكر هذه العبادة، فيصبح الحق باطلا والباطل حقا. ولذلك هذه هي من أسباب خطورة البدع وتأكيد السلف ومن جاء بعدهم على طريقتهم يحذرون من البدع أشد التحذير. لما؟ لأن بقاء الإنسان مع أنه جرم عظيم، بقاء الإنسان على سرقة أو على زنا أو على شرب خمر أهون من أن يفعل البدع، لأن البدع وسيلة للشرك، بينما من كان على معصية ولو كانت كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يرجو الله يخاف الله يعرف أنه على خطأ ينوي التوبة لعله أن يعود. ولذلك هذا هو السبب في عظم وفي كثرة التحذير من الابتداع في دين الله عز وجل. ولا يعني أن الإنسان أنه لما يقال هذا الكلام أن تلك المعاصي العظام من زنا أو من سرقة أو من شرب خمر أنها أمر يسير، لا هي عظيم ويجب على المسلم أن يجتنبها، لكن عند المقارنة لا. ولذلك بعض السلف لما رأى أحد أبنائه يخرج من بيت مبتدع قال والله إنه لا أحب إلي أن تلقى الله سارقا زانيا شاربا الخمر من أن تأخذ برأي فلان. البدعة أمرها عظيم. ولذلك لما مثلا يتحدث العلماء ونتحدث كثيرا في تحذير الناس من البدع حتى يعرفوا خطورة هذه البدع.